البرازيلي الذي يعود مرة أخرى لنادي الغراب فبعد فترة الإصابة. هنا محاولة أولى ورايا وتسلل، رايا وتسلل تأتي عن طريق المساعد الأول جمعة برشيد ودام يعني في الوسط، واحد بمواصفات هجومية وآخر دفاعية، غرفوية غرفوية. الله 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 على كرة جميلة جدا، ولكن بعد ذلك أن هنالك احتمالية بطاقة حمراء أو أن هنالك احتمالية ركلة جزاء، هنالك احتمالية. نعم الدفع المسك موجود من خارج المنطقة لكنه استمر إلى داخل منطقة لاعب نادي الغرافة. سيدوسانو يترك أرضية الميدان بالبطاقة الحمراء، يترك أرضية الميدان بالبطاقة الأولى اللي موجودة في جدول الترتيب في مرمى 24 هدف طبعاً باستثناء نادي تحيل الكرة بمحاولة وتسديدة. شريف يتدخل وشريف الله 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 يا مروان، والحكم قريب جداً ويعلن أيضاً عن استمرارية الأمور في هذه الكرة، تصل في الجهات اليمنى بأقدام عمرو سراج، عرضية من سراج وفو لابد. في الرابعة أحمد علاء يسجل، وبعشرة لاعبين الغرافة يتقدم وينهي سلسلة تألق مروان. هذه الكرة، هذه المحاولة، الله 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 الله، هو حاطها في باله، هو حاطها في باله، وفي اللقطة الماضية بكرة راسية. ركنية على يسار خليفة أبو بكر، ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، كرة تصطدم في العارضة، تصطدم في العارضة الكرة والمحاولة الماضية. هذا تغطيتها تنظيميا، عدد لاعبين، ترتيبات جدول، أمور دوري محترفين، قية المسابقات وإعداد الحكام أيضا. كرة يعود من خلالها الأهلي، يعود الأهلي كما فعل الغرافة في الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني. حلو 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 الهدف، حلو الهدف. شوف الانطلاقة من الجهة اليسرى، عمر سيكو إلى دروكسلر، ودروكسلر في المرمى بلمسة في غاية الروعة، جاءت عن طريق الألماني وكرة بعد ذلك في الشباك، يسجل من خلالها التعادل 1-1 1-1 الآن. تقنية فيديو، وبالتالي السقوط بهذه الطريقة في ظل وجود تقنية الفيديو ما راح يعطيك ركلة جزاء، هذه زمان ممكن تسويها، الآن لا 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 أبدا. محاولة أهلاوية الآن، تسديدة خطيرة نزلت مستمرة وقائمة. أوهو نتيجة، ينجح في قلب النتيجة. عينك على سيكو، عينك على سيكو، عينه وهذا ادريس. لا والله سيكو 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 سيكو، سدد سدد، لكن بعد ذلك دروكسلر، وبعد ذلك الكرة في المرمى، هدف الأهلي الثاني في لحظات الوقت بدل الضايع، انطلاقة سيكو وتهيئة دروكسلر ونهاية سودومبيا. دومبيا يسجل ويعطي الانتصار لبيبا وصافرة النهاية بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. كل الأهداف